جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ما الأصل في الحكم على أي أمر من الأمور؟ هل هو سماع القول أو النظر والتمحيص؟ وبارك الله فيكم. الحكم بالدليل، الحكم على الأشياء بالدليل من الكتاب والسنة، فما حكم الله عليه فإننا نحكم عليه. حكم الله ورسوله على شيء بأنه حق أو أنه باطل أو أنه حلال أو أنه حرام، فإننا نحكم عليه بذلك بالدليل، لا بالأهواء ولا بالأفكار والعقول، وإنما نحكم بالدليل. نعم.